السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة فتح حساب في انستغرام. البعض يتعدى الحد الاقصى في فتح الحسابات، يعني بعض الناس يفتح حسابين او 3 أو 10 حسابات، وبعد كذا طبعا من التطبيق نفسه، وبعد كذا يقول لك خلاص انت عديت الحد الاقصى وما تقدر تفتح حساب بعد كذا. الحل بسيط جدا، ندخل على جوجل ونكتب فوق انستغرام تسجيل دخول، وندخل على الخيار الاول. بعد كذا تفتح لي هذه الصفحة، نضغط على هنا بس اكس عشان نشوف الخيار مع بعض. نضغط على هذا الخيار من هنا وتطلع لي هذه الخيارات، نعبيها بالشكل المطلوب. يقول لك اول شيء تسجل ايميل او رقم جوال. انا بسجل ايميل بس عشان اي كلام، بس عشان الشرح فقط. زي ما عودتكم احاول اختصر عليكم بقدر الامكان. هنا الخيار الثاني الاسم، نختار نعطيه اي شيء. هنا اليوزر نخليه زي ما هو بس عشان الوقت. هنا الرقم السري، انا بختار اي شيء بس عشان الوقت. بعد كذا نضغط على هذا الخيار تسجيل. ممكن يطلب منك تأكيد ايميل او رقم جوال. الحمد لله ما طلب اي شيء. نضغط على يقول لك تبي ترفع صورة يعني للملف الشخصي، او نقول له تخطي بس عشان الشرح اعلمكم طريقة. بس هنا طلب مني رقم جوال، اذا لازم تضيف رقم جوال. بعد ما تضيف رقم جوال تقدر تحذف رقم جوال عادي، بس بالبداية يطلب منك رقم جوال، لان الان القوانين في انستغرام والفيسبوك وتويتر تغيرت بشكل تام. يعني لازم يطلبون منك رقم جوال عشان يتأكدون يعرفون مع منو يتعاملون. بعد ما تسجل رقم الجوال ادخل على الاعدادات واحذف رقم جوالك. البعض يقول هذه الطريقة بسيطة او قديمة يعني والكل يعرفها. ممكن تعرفها غيرك ما يعرفها. انا احاول اني اشرح للكل واحاول ان المعلومة توصل للجميع. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة، في امان الله.